هاد البيستون هنايا طايح 100 نيشان مع مع البلوك، وهذا اللي اونفاس ليه من هنايا طايح بزاف، طايح هذا، هذا طايح وهذا نورمال، وكاع كاع كاع جايين يجي واحد كيما هذا، غير هذا اللي جاي طايح ديالو. شفنا تو الفيديو اللي بعثونا اخونا هذا السائل، كان عنده في بيستون واحد المستوي قد قد وبيستون أربعة نازل شوي أو العكس، مش مشكلة. النزول هذي مناش تكون النزول هذي، عنده عدة أسباب، لأن هو نفسه ما ذكر لناش المشكلة اللي صار له وقتاش وكيفاش صار له. هذا المشكلة هذي كان عنده صوت في المحرك وحب يفهم منين هكا علاش حل المحرك، هو وقت حل المحرك اللي لقى يطلع على البيستونات لقى واحدة أكبر من واحدة. الصوت اللي كان عنده هي العملية الكوسينية نتاع عندك حاجتين يعملوا الرخة هذيك نتاع البيستون، يبدا نازل اللوطة أكثر من خوه، هي يا إما بيال، نقولوا احنا بيال نسموها بيال الكوسينية تاكلوا، عادش يعني معاش يولي فيهم فراغ، تولي كعب البيستون هذيك تهبط وكي تدور تعاود تطلع، وإلا الأكس بيستون كي يتاكل. يعني انما 80% هي البياله، ساعات زاده كيف كيف البياله هذيك كي تشرب الماء ولا حاجه تتعوج تنزل. عند السبب هذاك المشكله هذاك كونه عنده يعني عده اسباب، هو يا اما البيستون اسمه البياله تعوجت، يا اما الكوسيني تاكل وعملت بيال، يا اما الاكس بيستون فما حاجه صارت في البيستون هذا، معلش تجي واحده باطيه واحده عاليه، خاطر يولي الاكيليبر نتاعهم ما عادش مستوي، هذاك علاش تصير العمليه هذيك اكثر ولا اقل. هذه لازم يحل المحرك وينحي البيستون هذيك الرابعه اللي هي هابطه او الاولى اللي هي هابطه اللي هي اكثر مختة، ويشوف المشكله منين بالضبط. كان لقى كوسيني لازم يخرط الفيلبركان ويشوف ايش يعمل، كان لقى البيستون لازم يغيرها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.